احنا اليوم موجودين في إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر، هالإدارة اللي بتوفر المظلة الأمنية لكافة المنشآت الدبلوماسية والرسمية ولكل الإخوة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة. سطروا للمجد حكاية وطن عنوانها الأردن أمانة في أعناقنا. عروض للمهارات الفردية والجماعية لمختلف فنون الدفاع عن النفس. رجال لا تنحني هاماتهم ولا تميل راياتهم. الآن جولة ميدانية ضمن اختصاص تنشيط الوظائف المرور على النشامة في الميدان. بسمان واحد بسمان، هل استلمت جول؟ تعتبر حماية الأرواح والأعراض والممتلكات العامة والخاصة من أبرز الواجبات الموكولة لجهاز الأمن العام، وهو واجب نبيل بتشترك فيه كافة الأجهزة الأمنية وتضعه على رأس أولوياتها لنشر الأمن وإشاعة الطمأنينة في نفوس كل من يطأ ثرى الأردن الطهور. أنشأت مديرية الأمن العام إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر كوحدة متخصصة لتوفير المظلة الأمنية للمنشآت الدبلوماسية والرسمية والرعاية الأجانب. اليوم بسعدني أرحب بمدير إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر العقيد الركن زيد الخالدي للحديث بشكل أكبر عن إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر. زيد بيك يعطيك العافية. الله عافيك مرة فندي، وفي بداية اللقاء اسمح لي باسمي وباسم جميع مرتبات الأمن الدبلوماسي أن أرحب بكم أطيب ترحيب في هذه الإدارة وفي هذا اليوم الذي يزهو اللقاء بزملائنا من إدارة العلاقات العامة والإعلام. وايضا اسمحوا لي عبر برنامج العين الساهره ان ابعث تحيه اكبار واجلال لكافه مرتبات اداره الامن الدبلوماسي على الجهود التي يبذلونها، فهم يواصلون الليل مع النهار اسود الميادين من اجل تامين الامن والامان للمصالح الدبلوماسيه والمؤسسات الوطنيه. اكيد زاد بك، واحنا كمان بنوجه تحيه لزملائنا في الميدان. عطوفتك في البدايه نحكي عن المهام والواجبات الموكوله اليكم. تنحصر هذه الواجبات في حماية المصالح الدبلوماسية للدول الصديقة والشقيقة المقيمة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية وما ينبثق عنها من رعاية دبلوماسية، أيضا تأمين حماية المنظمات الدولية والإنسانية العاملة على أرض المملكة الأردنية الهاشمية، حماية المؤسسات والمصالح الحكومية من دوائر ووزارات ومؤسسات خدمية، أيضا حساسية الواجبات المناطة بإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر. نقوم بعمل محاضرات تثقيفية توعوية على مستوى الإدارة من خلال محاضرات القادة على مختلف المستويات وبالتعاون مع إدارات الأمن العام المختلفة لتعريف مرتباتنا بالبروتوكول التي تتعلق بالتعامل مع الدبلوماسيين للوصول إلى احترافية وللوصول إلى عكس صورة مشرقة عن جهاز الأمن العام وثقافة المرتبات الموجودين في هذه الإدارة. زيد بك، مرتباتكم مرتبات إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر أثبتت حرفيتها الأمنية ووصلت لمستوى عالي من الأداء الميداني والجاهزية العالية. نحكي شو آلية التدريب والتوجيه اللي بتخضع لها مرتباتكم نظراً لحساسية الواجبات الموكولة إليكم، خاصة أنكم تتعاملوا مع هيئات دبلوماسية وهيئات رسمية ورعاية أجانب.
التدريب بيتم على مستوى مديرية الأمن العام في اتجاهين. الاتجاه الأول يتم في معاهد ومدارس مديرية الأمن العام، ويتم اختيار الدورات التي تتناسب مع طبيعة الواجبات التي يقوم بتنفيذها نشام إدارة الأمن الدبلوماسي من خلال الخطة التدريبية التي تقوم بإعدادها إدارة التدريب، ومن ثم نقوم بانتقاء الدورات المناسبة لنا وإفاد الأشخاص المناسبين حسب الشروط المناسبة للاشتراك في هذه الدورات على مستوى الضباط وضباط الصف والأفراد. أيضا تقوم إدارة الموارد البشرية عند القيام بالتجنيد ونقل المرتبات من إدارات الأمن العام إلى مرتباتنا، يقوم بالتركيز على الناحية التعليمية، ولدينا العديد من المرتبات التي يتمتعون في حاصلين على مؤهل علمي بكالوريوس ويستطيعون إجادة لغات أجنبية متعددة للتعامل مع الواجبات التي تطلب منا والتعامل مع اللغات التي يجودها الرعاية المقيمين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية لمساعدتهم والحفاظ على أمنهم. زيد بك، يعني ننتقل من التدريب الميداني إلى التدريب الرياضي. إدارتكم تزخر بالعديد من اللاعبين المميزين في كافة النشاطات الرياضية واللي مثلوا المنتخبات الوطنية وحققوا نتائج رائعة في كافة المحافل الرياضية. حدثنا أكثر عن النشاطات الرياضية اللي بتشاركوا فيها أنتم كإدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر، وشو الأجواء الرياضية اللي وفرتوها للاعبين حتى يوصلوا لهاي النتائج؟ اللياقة البدنية تلعب دور مهم في تأهيل مرتبات إدارة الأمن الدبلوماسي، وتهتم فيها على مستوى إدارة الأمن العام فيها اهتمام كبير. وإدارة الأمن الدبلوماسي لديها العديد من الإنجازات في المجال الرياضي، راح نتحدث عنها كمان شوي. حصدنا جوائز عديدة، حصدنا لعامين متتاليين كأس التفوق الرياضي على مستوى وحدات الأمن العام لعام 2017 و2018، حصدنا كؤوس الأول في الجودو، في التايكوندو، في مسابقة شد الحبل، في كرة القدم الخماسي لعامين متتاليين. أيضا اللياقة البدنية عندنا، من ضمن اللياقة البدنية عندنا فريق العروض الذي يمثل مديرية الأمن العام ويقوم بعمل عروض وفعاليات في مشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات الأردنية المختلفة الرسمية والخاصة. حاليا متوجهين في زيارة ميدانية لنشامى إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر لنشوف الواجبات والوظيفة اللي بيقوموا فيها. زيد بيك، تحدثنا عن آلية متابعة مرتباتكم في الميدان. انت بتعرفي احنا حكينا سابقا، احنا وحدة إدارة ميدانية، وظائفنا على مدار الساعة موجودين ضمن مناطق الاختصاص. إدارة الأمن الدبلوماسي بتتكون من 3 مجموعات بالإضافة إلى سرية مجلس الأمة. هاي المجموعات موزعة ضمن اختصاص إقليم العاصمة بشكل يمكنها من الوصول لوظائفها بكل سهولة ويسر. النشامة في الميدان بيستحقوا منا كل جهد وكل تقدير وكل متابعة، وهذا واجبنا الرئيسي. إحنا موجودين لخدمة المرتبات، بننفذ زيارات ميدانية باستمرار على مدار الساعة شبه يومية، من خلالي أنا ومن خلال قادة المجموعات، من خلال قادة الأقسام، من خلال ضباط المرجع ومن خلال ضباط التفتيش. الهدف من الزيارات الميدانية مروة أفندي هي رفع الروح المعنوية للأفراد، ونشعرهم أن إحنا موجودين معهم في الميدان، نتلمس احتياجاتهم، نذلل الصعوبات الموجودة أمامهم. إحنا الآن موجودين بغرفة العمليات الرئيسية، وتابع إلى 4 غرف عمليات. شغالين على مدار الساعة لمتابعة الملحوظات بالميدان على المنشآت المحروسة لتمريرها لصاحب القرار لاتخاذ الإجراء المناسب وبالسرعة الممكنة، وبالتنسيق مع العمليات الرئيسية، عمليات مديرية الأمن العام، عمليات دل. حيث قامت مديرية الأمن العام مشكورة بتوفير العديد من الأنظمة مثل نظام السيطرة والتدقيق على الأشخاص المطلوبين، ونظام الكاد للتنسيق مع كافة وحدات ومديرية وإدارات الأمن العام، وأيضا نظام الاتصالات اللاسلكية للتواصل ما بين الغفرات لسرعة تمرير الملحوظة ولمحافظة على سرية الملحوظة.
نطلب منكم بذل المزيد من الجهد والعطاء وإعطاء الصورة المشرقة عن نشامة الأمن العام بشكل عام ونشامة إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر بشكل خاص. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش. واجبنا الرئيسي اسناد قياده امن اقليم العاصمه لمعالجه اي طارئ امني في حينه، وكما تلاحظون تم تجهيز سريه شغب بكامل مهماتها وتجهيزاتها العسكريه لمعالجه احد الاعتصامات الواقعه ضمن اختصاص مديري شرطه وسط امن. مجموعة الأمن الدبلوماسي والدوائر الثانية تغطي اختصاص جغرافي عالي، يتبع لمجموعة الأمن الدبلوماسي والدوائر الثانية مجموعة من السرايا والمفارز الخارجية تغطي رقعة جغرافية واسعة ضمن مناطق العاصمة عمان، منها السرية الثانية في منطقة سويلح وزارة التربية والتعليم، والسرية الرابعة سرية الجمعية العلمية سويلح، وكذلك الأمر سريتين بمنطقة النزل. احنا مجموعة الأمن الدبلوماسي الثالثة نقوم بعدد من الواجبات والتي هي جزء من واجبات إدارة الأمن الدبلوماسي، حماية المصالح الدبلوماسية الدولية، ثانيا حماية المصالح الوطنية الهامة كالوزارات والمؤسسات الحكومية والشخصيات الهامة. اختصاص مجموعة الأمن الثالثة ابتداء من جبل عمان الدوار الرابع، أم أدينة، الصويفية، البيادر، وحي الكرسي، وأخيرا منطقة عبدون. نقوم بعدد من الواجبات من خلال دوريات ثابتة بحماية المنشآت المحلية والمنشآت الدولية، وكذلك من خلال الدوريات الراجلة، حيث تقوم هذه الدوريات على بث روح الأمن والطمأنينة لدى المواطنين والرعاية الأجانب. فريق جاسبيك سعيد. أمرك سعيد. كل مع بعض سعيد. حسام القيسي، لاعب مرتب إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر، حاصل على العديد من البطولات والإنجازات. الحمد لله رب العالمين، حصلت على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه على 4 سنوات متتالية في لعبة الكاراتيه الأمن العام، حاصل على الميدالية الذهبية مدة 3 سنوات على التوالي في لعبة الكاراتيه في بطولات المملكة الأردنية الهاشمية. صايب بن ياسين، لاعب تيكوندو من إدارة الأمن الدبلوماسي، حاصل على 3 ميداليات ذهبية على مستوى مديرية الأمن العام، وشاركت في بطولات المملكة حصلت عليها عدة ميداليات، وأشكر إدارتي على دعم المتواصل للرياضيين.
عن اللاعب مصعب محمد توفيق، لاعب جودو من مرتبات إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر، حاصل على ذهبيتين في ألعاب الجودو، بسعى دائما أني أمثل جهاز الأمن العام وبشكل خاص مرتبات الأمن الدبلوماسي والدوائر في المحافل الدولية والمحلية. يتناثر دفء الولاء وأبجديات العشق والانتماء، وفي دمائهم يشيع عشق تراب الوطن. ما دامت مشاعر الحب والوفاء تملأ صدورهم وقلوبهم، وما دام الحرص على أمن الوطن وسلامته هو هاجسهم، فإن اليأس لا يعرف طريقاً لأنفسهم، وحبات العرق التي تتساقط من جباههم لا تفني من عزيمتهم، لأنهم يعلمون أن الوطن يستحق أكثر.